السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. بعد يوم ملحمي في كاس العالم وصعود المنتخب المغربي الشقيق على حساب منتخب اسبانيا، يمكن كنت توقعت الكلام ده في الكواليس ان منتخب المغرب يقدر، لان بيعتمد على يعني الدفاع وعلى انه يحافظ على نظافه شباكه ويطلع من دور المجموعات، ومعه كرواتيا ومعه بلجيكا وهو مسجل هدف واحد لا غير، هو اللي مسجله في مرماه، فده شيء ايجابي جدا. النهارده لعب الركراكي على انه يصل ل 120 دقيقه والوصول لركلات الترجيح، وركلات الترجيح ابتسمت طبعا للمنتخب المغربي. الف مبروك للمنتخب المغربي كاول منتخب عربي يصعد اول مجموعه في كاس العالم ويصعد لدور الثمانية. كل التحية والتقدير لأبناء أسود الأطلسي، وبالتأكيد النادي الأهلي له دور كبير جدا في هذه البطولة لمشاركة بدري بنون مع منتخب المغرب. وكل يوم بيقعدوا لاعب في كأس العالم الفيفا بيدفع للنادي آخر سنتين 10,000 دولار. النادي الأهلي آخر سنتين كان بدري بنون معاه سنة ونص ونص سنة في الفريق القطري، وبالتالي النادي الاهلي كل يوم تقريبا هيقف ب7,500 دولار، فبالتالي اي يوم زياده هو فايده للنادي الاهلي، والدولار بقى بيزيد ونشوف القصه رايحه بينا لفين. لكن مبروك للشعب المغربي بالتاكيد الصعود، وعنده مواجهه امام الفريق البرتغالي او المنتخب البرتغالي اللي قدر يكتسح منتخب سويسرا بنتيجه محببه لجماهير النادي الاهلي وهي نتيجه 6-1. والحقيقه شهدت المباراه عدم مشاركه كريستيانو رونالدو. مش بس كده، كريستيانو رونالدو واضح ان اصبح بيمر بحاله فيها نفور ممن حول كريستيانو رونالدو. رونالدو النهارده قعد دكه، نزل راموس لاعب بنفيكا او مهاجم بنفيكا اللي كان احتياطي لنونيز اللي راح ليفربول، بعد كده قدر يسجل هاتريك النهارده في شباك سويسرا. كريستيانو رونالدو نزل في اخر المباراه، راح احتفل لوحده مع الجماهير، ما راحش مع المنتخب، ثم خرج من الملعب، بعد كده المنتخب بالكامل راح يحتفل مع جماهير البرتغال. نقطة مش مفهومة بالنسبة لي، خاصة وانت كابتن الفريق، وتربط ده بالتصريحات اللي كانت عن نادي مانشستر يونايتد والصفقات او الحديث عن انك انهيت اتفاق مع نادي النصر السعودي. رونالدو من وجهة نظري بيمر بحالة من عدم الاتزان، مش قادر يتقبل ان هو لم يعد النجم الاول بل الاوحد في الفريق الذي ينتمي اليه رونالدو، سواء مانشستر يونايتد او حتى في منتخب البرتغال. ممكن ده يستغله المنتخب المغربي ويحقق المفاجأة ويصعد للدور قبل النهائي عشان يكون اما في مواجهة المنتخب الفرنسي او المنتخب الانجليزي. الجانب الاخر بقى الفرق الاربعة الاخرى يعني مدعاك كروية تقريبا، هولندا مع الارجنتين، والفائز منهم هيقابل الفائز من البرازيل وكرواتيا، اللي بنسبة كبيرة هتكون البرازيل لان البرازيل هي اللي بتقدم كرة قدم حقيقية، هي وفرنسا وممكن انجلترا كمان، دول ثلاث منتخبات قوية بشكل كبير جدا وعندهم باترن في طريقة ادائهم داخل ارض الملعب وعندهم سكواد قوي. اسبانيا كان عندها سكواد كله ناشئين او كله شباب ما عندوش خبرات اللعب في كأس العالم، فعشان كده انا ما كنتش متوقع انها تصل بعيدا. نروح بقى الاخبار المحلية، والنادي الاهلي بيعسكر في كفر الشيخ وبيباية النهاردة في كفر الشيخ عشان مباراته القوية امام غزل المحلة الساعة 5، ونادي الزمالك عنده مباراة قوية امام طلائع الجيش الساعة 7. تم تعيين حكام المباراة للأهلي وغزل المحلة محمد الحنفي، وكأن مباراة الأهلي وغزل المحلة في المحلة، خد معاك محمد الحنفي في ايدك وانت رايح، لان هو كان حكم مباراة الموسم الماضي اللي انتهت 3-2 بفاول علي معلول في الدقيقة الاخيرة، كان الحكم الساحة محمد الحنفي، وحكم الفيديو في مباراة الأهلي وغزل المحلة غدا ان شاء الله هو محمود بسيوني. على المقابل تم تحديد حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حكم الساحة هيكون احمد الغندور، وحكم الفيديو هيكون طارق مجدي. فاكرين كابتن طارق مجدي اللي كان منور معانا من موسمين؟ والحقيقه النهارده كلاتنبرج طلع بفيديو هو نسخه، زي ما انا قلت في اول فيديو اخشى ان يكون كلاتنبرج هو النسخه الاجنبيه من عصام عبد الفتاح في تبرير اخطاء الحكام اللي بالفعل حرفيا اصبحوا تايهين جدا مع كلاتنبرج، وده من داخل معسكر الحكام. الناس بتتكلم على انهم ما بقوش عارفين الالتحامات قويه نعديها ولا ما نعديهاش، نحسبها ولا ما نحسبهاش، وعشان كده ايقاف وائل فرحان ما بقاش فاهم. مش انت اللي بتقول الالتحامات دي عديها، لا انت بتيجي بعد كده تقول الالتحامات دي تحسب وشابوه وفيري جود للحكم وللقرار. فالحكام تاهت مع كلاتنبرج، وكلاتنبرج تاه في ملكوت الله، والحقيقه يعني الوضع صعب جدا، وده اللي انا حذرت منه من البدايه،
اوعى يجيبوا لك خبير تحكيم اجنبي عشان يقول لك ما الاجنبي زي المصري، عشان في النهايه يرجع المصري ويلعب المصري. واصلا اللجنه اللي مساعده لكلاتنبرج هي اللجنه اللي كانت مساعده للكابتن عصام عبد الفتاح. فالقصه كلها في ازمه حقيقيه لابد من اراده في تقدم المستوى التحكيمي، بتقدم الحكام، بتعيين خبير تحكيم بالفعل اجنبي على اعلى مستوى من الدول التي لها الان دور بارز جدا في مجال التحكيم زي دولة اسبانيا وحكام اسبانيا. لكن احنا كلنا بنشوف الدوري الانجليزي في مشاكل كبيرة جدا جدا، ويمكن ده الدوري الاكثر مشاكل تحكيمية وسط الدوريات الخمس الكبرى. طبعا نتمنى التوفيق للحكام، مش عايزين نتكلم عن اي حكم بعينه، لان كل الحكام المصريين الان اصبح لهم وقائع مع النادي الاهلي في اخطاء تحكيميه في وجود تقنيه الفيديو. فنتمنى التوفيق للحكام بتطبيق العداله ويكونوا في يومهم الجيد عشان ما يبقوش في يومهم اللي احنا اعتدنا عليه، وكل التوفيق للنادي الاهلي في عبور المطب الصعب، بل الصعب جدا من وجهه نظري. النهارده كان في لقاء او اتصال هاتفي ما بيني وبين كابتن النادي الاهلي فتيات الذهب كابتن نهلة سامح، اللي تاريخها لوحده من عدد البطولات يفوق عدد أندية مجتمعة عشان تصل إلى نصف بطولات نهلة سامح. صعب جدا، نهلة سامح اللي محققت 49 بطولة ما شاء الله مع الفريق الأول، وما زال عندها طموح لتحقق المزيد، هي الأعلى في تحقيق البطولات، ده غير بطولة منطقة القاهرة، غير البطولات اللي خدتها في قطاع الناشئين والشباب، بتلعب من 2003 مع النادي الأهلي، تم عرض عليه اغراءات كتير جدا جدا ولكن اختارت النادي الاهلي. بما اننا بنتكلم عن كأس العالم، وقبل ما نروح لمكلمة او مداخلة كابتن نهلة سامح، عايز اقول لكم ان النادي الاهلي بيكرر مباركته للشعب المغربي على صعود المنتخب المغربي الشقيق لدور الثمانية، متمنيين له كل دوام التوفيق في المباريات القادمة او المواجهة القادمة، وتحديدا امام مواجهة البرتغال. دلوقتي اسيبكم مع مداخلة كابتن نهلة سامح، قال الكلام مهم جدا جدا جدا، هيوضح لك يعني ايه معنى لسه في انتماء، هيوضح لك العلاقة بين نهلة سامح ولاعبي النادي الاهلي فتيات الذهب، وبين الاربع لاعبات اللي كانوا من عناصر اساسية في فريق فتيات الذهب وانتقلوا لنادي الزمالك، وما حدث داخل ارض الملعب، وما تم رفضه من قبل لاعبات نادي الزمالك امام النادي الاهلي بعد انتهاء المباراه. اتمنى تستمتعوا بهذه المداخله. يا مساء الفل. طيب ما مش يعني ده يعني سايب ليه نتكلم وحضرتك موجوده كابتن نهله، يعني مش عايزين نتكلم في بطولات وعدد بطولات، لكن باذن الله يعني كده اكيد تكوني الرقم التاريخي والعلامه الصعبه في كره الطائره سيدات، يعني بتذكرينا بنجوم كبار على رأسهم طبعا تهاني التوسن وتوتو، طبعا شهيرة بتوتو. فمبروك الأول الفوز على نادي الزمالك، أكيد مباراة كانت صعبة، وخاصة أن في يعني رباعي كان في فريق فتيات الذهب في النادي الأهلي وانتقل لنادي الزمالك. فكلمينا الأول عن الاستعدادات للمباراة دي، وإيه أهم التعليمات اللي صدرت من كابتن حمد الصافي قبل هذه المباراة؟ صح حضرتك طبعا في الأول، والحمد لله على الفوز. طبعا هي مباراة كانت يعني بعيدا عن البولي، فهي كانت نفسيا شوية بالنسبة لينا أو ليهم، فكان طبعا الاستعداد ليهم كمان نفسيا أكتر من في التمرين والكلام ده. حاولنا طبعا إن احنا يعني هم بعيدا عن اللعيبة اللي خدوها من عندنا، فهم طبعا دعموا كمان باتنين محترفين، واحدة من البرازيل محترفات، واحدة من البرازيل واحدة من أمريكا، وكمان في يعني لعيبه تانيين من الشمس، يعني هم يعتبر عملوا فرقه جديده تماما. فطبعا ان ده كان اول ماتش نقابلهم بالشكل الجديد، يعني احنا فريق نادي الزمالك طبعا بنلعبه كتير السنين اللي فاتت يعني، بس ده كان بالنسبه لنا ان هم واخدين اربع لعيبه من عندنا، ويعتبر اربع لعيبه اساسيين. كان طبعا تحدي جامد جدا لينا، يعني احنا كنا بنجهز الماتش ده من اول لما عرفنا ان هم معانا في المجموعه، والماتش هيكون كان المفروض 11-11، ولكن طبعا بسبب الظروف امنيه فتلعب يوم 5/12، فاحنا كنا طول الوقت ده بنستعد لهم وبندرسهم، بنتفرج طبعا في محاضرات كتير فيديو، يمكن مسجلين كل ماتشاتهم عشان نحاول يعني الفرقه دي اللي هي اول مره نلعبها، منهم يعني معظم الستة اللي كانوا بيلعبوا هناك كانوا بيلعبوا معانا، وزي ما حضرتك قلت طبعا ان هم حافظين لعبنا، يمكن كلهم قعدوا معانا سنين كتير، يعني مايا وميتو، مايا ممدوح ومتولي ودانا، هم متربيين في النادي يعني لعبوا معانا سنين كتير يعني.
من ممكن من 2015 وهم معانا، حتى فريدة العسقلاني كانت انتقلت لينا يعني من نادي اليوبيتس 2017، فيعتبر هم فعلا حافظيننا ويعني تعايشوا معانا كتير جدا ولعبوا معانا بطولات وطبعا تدريب كتير. فطبعا كان الماتش كان نفسيا يعني اكتر منه في البولي يعني، بس الحمد لله يعني ان احنا قدرنا بعد اول شوط، بعد الهزيمه اول شوط طبعا كنا داخلين مضغوطين شويه، احنا عارفين ان ده ماتش مجموعه، لكن هو نفسيا كان مهم جدا لينا عشان الثقه يعني ثقه الفرقه. هل الضغط النفسي ده وحضرتك بتقولي ان انتوا كنتوا بتجهزوا من البدايه من اول ما عرفتوا ان نادي الزمالك معاكم في المجموعه، هو ده اللي ممكن يكون اثر بشكل او باخر على نتيجه الشوط الاول؟ ده اكيد 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 يعني، هو معظم الناس اللي اتفرجت يمكن احنا غلطتنا وما كانتش بولي يعني، كان اللعيب اللي بيغلط غلطه دي هو كان مشدود نفسيا يعني، دايما زي مثلا لما بيقولوا في حاجه اسمها حمه البدايه، لا هي دي كملت معانا الشوط كله بسبب ان اللعيبه كمان مضغوطه، عارفين اهميه الماتش ده لينا ولجماهير الاهلي ولمجلس الاداره، فكان ماتش مهم جدا لينا نفسيا يعني. اهم التعليمات اهم التعليمات اللي قالها كابتن حمدي وانتوا خارجين من الشوط الاول بخساره، اعتقد ده كان اول شوط في خلال مشواركم في البطوله حتى الان خساره، صح؟ يعني فتخيل بيجي اول شوط في مباراه انتوا عاملين استعداد نفسي كبير ليها وبتخرجوا خسرانين وكمان في صاله النادي الاهلي، ايه بقى اهم حاجه او اهم التعليمات اللي اتكلم فيها الكابتن حمدي الصافي معاكم؟ طبعا اتكلم على التغيرات اللي كانت حاصله في الجيم الاول، ان احنا طبعا كان اول كوره لسه مش مظبطه، وبرده يعني حاجه واقول ان دايما مهاره الاستقبال بتكون محتاجه ثقه شويه يعني، بيكون فيها عامل نفسي اكتر منه مهاري يعني، بيكون لازم اللي بيستقبل اول كوره ده يكون عنده ثبات يعني ثبات انفعالي في الملعب والكلام ده، فظبطنا الموضوع ده. وطبعا هو حاول طبعا يهدي الفرقه عشان كان باين ان كان غلطات كلها نفسيا يعني، فهو كان بيحاول يهدي الفرقه ويدخلنا بقى بسرعه في الماتش عشان نلحق نرجع للماتش يعني، والحمد لله قدرنا نرجع في الثلاث اشواط ورا بعض يعني. طب الشوط الثاني برضو مش هينفع نعديه لان الشوط الثاني ده كان يعني فاصل جدا وواصلين 26-24، يعني حسيتي في وقت من الاوقات ان الشوط ده ممكن يضيع منكم كلاعبات النادي الاهلي؟ هو طبعا كان ممكن يضيع يعني، احنا للاسف كنا متقدمين اكتر من كذا نقطه، ولكن هم رجعوا في الجيم واتقفل 24-24، بس يعني كان عندي ثقه ان احنا هنقدر نرجع يعني، لكن هو طبعا كان ممكن يروح، لكن الحمد لله احنا كان عندنا ثقه يعني، اللعيبه كان عندهم خبره كفايه ان احنا نقدر نرجع بالشوط ده، وده يعتبر غير مجرى المباراه يعني. بالظبط يعني كانت 2-0 مختلفه تماما عن 1-1، المعنويات بالزبط. تقدر ترجع تقدروا تهدوا بشكل او باخر. طيب صح. يعني عندكم مباراه تاني مع نادي الزمالك قريبه جدا، اعتقد اسبوعين ولا اقل من اسبوعين، يوم الاثنين الجاي على طول. طيب هل المباراه دي استعدادها او نتيجه الفوز في المباراه الاولى دي ممكن يرفع ضغوط عن يعني فتيات الذهب، يعني زي ما جماهير النادي الاهلي بتحب تسميكم في المباراه اللي هتكون في صاله نادي الزمالك؟ هو طبعا قلل من علينا الضغط، بالذات ان زي ما بقول لحضرتك هو كان مهم عشان يدينا احنا ثقه يعني، ادى فرقتنا ثقه اكتر. اعتقد ان اول شوط مش هيكون زي اول شوط اللي كان حصل امبارح يعني، يعتبر احنا ما لعبناش اول شوط، فده ادانا ثقه، واحنا طبعا هنحاول نقدر يعني اللي نعمل عليها عشان نكمل ان شاء الله الدور الاول بدون هزيمه ونفرح الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله الجماهير بصراحه كانت متابعه بشكل كبير جدا، جماهير كره القدم حتى، ومتابعين ومنتظرين المباراه بشكل كبير. في مشهد يعني نادرا لما بنشوفه، وهو ان في مباراه في الدوري اكيد الضغوط اللي انتوا كنتوا حاسين بيها والضغوط ايضا اللي عند لاعبات النادي الاهلي اللي انتقلوا لنادي الزمالك اللي اكيد عارفين انها تكون ضغوط صعبه جدا عليهم في حاله الخساره، وصل ايضا لمجلس اداره النادي الاهلي، وشفنا مجلس اداره النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في الصاله، الوزير الاسبق العامري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الدكتور عزازي، يعني طبعا حتى يعني كابتن محمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الفني، وقفوا للاعبات وكان تشجيع في أرض الصالة منقطع. حسيت إن القصة دي أو شفت المشهد ده إزاي؟ أنا عايز أقول لحضرتك كمان قبل الماتش ده هم كانوا متواجدين معانا في كذا تمرين قبل الماتش، كانوا بيدعمونا قبلها يعني قبلها بيوم كانوا معانا في التمرين، وقبلها كمان بكام يوم كانوا معانا في التمرين وبيدعمونا من بدري جدا. يعني هو زي ما حضرتك قلت يعني هو الماتش ده كان اكتر منه بولي، فهو نفسيا لينا كنادي اهلي كمان مش كلعيبه بس، هو ده يعني بيحاول ان هو ان احنا النادي الاهلي متواجد باللعيبه اللي موجوده فيه، والنادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله يعني، مش معنى ان في لعيبه كتير مشوا من عندنا فان النادي الاهلي يقع، فكل ده كان يعني دعم منهم
والماتش كان مهم كمان بالنسبه ليهم يعني بالنسبه ليهم كمان زي ما كان مهم لينا. وزي ما بقول لحضرتك دعمونا اكتر من مره وكانوا بيحضروا معانا التمرين، وده مش يعني مش بيحصل دايما ان فعلا الماتش لسه في مجموعه ويعني هم كانوا بيدعمونا نفسيا بصراحه. وتقدري تقولي كانت مباراه يعني على تحديد يعني الصوره الذهنيه اللي تفضل راسخه عن فتيات الذهب، ان فتيات الذهب لقب مختص بطايره سيدات النادي الاهلي ده اكيد. طب يعني طموحاتكم ايه بقى السنه دي؟ يعني في حصل يعني اخفاق في البطوله الافريقيه العام الماضي في مباراه نهائيه، طموحاتكم ايه عن البطوله؟ ودايما انتوا يعني اصحاب الارقام القياسيه سواء محليا او افريقيا او عربيا. احنا طبعا بنتمنى ويعني بنشتغل على كده ان احنا ان شاء الله نفوز بكل البطولات السنه دي، كمان ان شاء الله هنشارك في البطوله العربيه والافريقيه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نجمع ما بين الاربع بطولات دوري وكاس وافريقيا وعرب، اتمنى يعني ان شاء الله، واحنا هنشتغل على كده ان شاء الله. طيب خليني اسال سؤال كده يعني يمكن لو مش حابه تجاوب عليه ما تجاوبيش، لكن اكيد كان نادي الزمالك بيحاول يقوي صفوفه بشكل كبير جدا، وكلنا سمعنا عن ان الاغراءات الماليه هي اللي اثرت على الاربع لاعبات في النادي الاهلي ما جددوش، وايضا مريم مصطفى بعد ما وقعت عقدها وحصل الازمه اللي هي حاليا في حاله ايقاف ولسه القرار لم يحسم بشكل نهائي. هل يعني في محاولات او حصل محاولات للتفاوض مع نهله سامح من قبل اي انديه سواء نادي الزمالك او غير نادي الزمالك في قصة التفاوض اللي تمت مع لاعبات النادي الاهلي؟ هو اكيد يعني اكيد الحمد لله على مدار السنين كلها اللي انا لعبتها في النادي الاهلي، يعني انا يعتبر بلعب درجه اولى من 2003 2004 من وانا صغيره، ما شاء الله. اكيد كان بيحصل اغراءات او اكتر بمبالغ طبعا ممكن تكون ازيد من اللي انا باخدها في الاهلي، بس انا يمكن يعني طبيت في النادي الاهلي، وحتى لو كان بيجي لي حتى عقود احتراف بره مصر كنت بفضل ان انا اكمل في النادي الاهلي يعني، والحمد لله انا مش ندمانه، بالعكس انا سعيده ان انا دلوقتي حققت البطولات دي كلها مع النادي الاهلي يعني، فالحمد لله يعني حتى دلوقتي جميع الانديه هم عارفين النادي الاهلي بالنسبه لي ايه، ويمكن يعني اكتر ان انا الحمد لله وصلت ان انا اكتر اللاعبات اللي مرتبط اسمها باسم النادي الاهلي، وانا عمري ما هخذله يعني بصراحه. ده بالتاكيد يعني هو النادي الاهلي يعتبر هو اللي عملني، ومش هقدر يعني مش هقدر العب في حته ثانيه يعني بصراحه، يعني انا مش هقدر حتى لو الموضوع فيه فروقات فلوس، وانا يمكن كان اتعرض عليا اضعاف فعلا والله اللي انا كنت باخده في النادي او اللي باخده او الكلام ده من انديه مختلفه ومن فرق مختلفه، مش عايز اقول نادي بعينه، لكن انا فضلت ان انا العب في النادي الاهلي يعني. ده يعني عشان في ريكورد معين عايزين نعمله من البطولات، ولا لان فعلا يعني انت مكانك هو النادي الاهلي، وكان في كلام ان انت تكوني احد الكوادر حتى الاداريه في وقت من الاوقات، ف عايزه توصلي لكام بطوله ان شاء الله؟ يعني على حضرتك دلوقتي على قد ما 49 بطوله، ان شاء الله ده اعلى عدد بطولات في لاعبات كره الطائره، ولا في حد متفوق؟ اعتقد دلوقتي انا يعني عديت، يمكن السنه اللي فاتت انا اعتقد عديت الرقم يعني عديت الارقام كمان يعني، انا دلوقتي 49 بطوله بجانب بطولات المنطقه غير طبعا محسوبه، بجانب بطولات اللي مع الناشئات والشابات النادي الاهلي الحمد لله. فالحمد لله يعني انا يمكن ما كنتش مركزه في عدد البطولات، يعني انا عرفت عدد البطولات ده من قريب، يعني انا نفسي شخصيا انا ما كنتش والله يعني مركزه في ده وان انا عايز اوصل لريكورد، لا بالعكس انا كان كل والله همي وهدفي ان انا افضل مع النادي الاهلي وان انا اخدمه وافضل الحمد لله لعيبه في صفوفه، وبلعب يعني الحمد لله لسنين كتير كنت بلعب حتى انا وشقيقتي يعني كنا في نفس الفرقه، وكنا دايما اسمنا مرتبط بالنادي الاهلي يعني، حتى يعني هي اكبر مني بس كانوا بيسمونا التوأم من النادي الاهلي يعني. كلمت حد الحمد لله كلمت حد من الرباعي اللي كان يعني بالامس او الدوري الماضي او البطولات الماضيه من 2015 و2017 وفجاه بقيتوا يعني منافسين في مباراه الامس، جدار بينك وبين اي لاعبه من الاربعه حوار سواء يعني قبل المباراه او بعد المباراه؟ يعني هل هم رفضوا فعلا زي ما بيتقال ان هم يسلموا، ولا ده كان التعامل الطبيعي ان الاشارات من مسافه بعيد عن الشبكه، ولا كانت القصه ايه؟ هو انا يعني احنا برضه مش عايزين نظلمهم، هو دايما من ساعه حوار كورونا وبقى دايما بنقف على تلك الملعب وهم على تلك الملعب، هم يمكن ما جوش على تلك الملعب بس انا يعني انا مش بلتمس لهم العز، بس دايما ايه يعني ممكن يكون مثلا ما خدو يعني المدير الفني مثلا ما خدش باله، يعني هم لما احنا وقفنا على التلت وهم ما جوش فاحنا شورنا لهم، انا حاسه ان هم يمكن الموضوع فاتهم، او يمكن مثلا زي لما بقول لحضرتك دايما
مثلا لو في ماتش كان صعب كده والاجواء فيه عصبيه شويه، فيمكن الحاجات دي بتفوتهم، او يمكن هم بعد الماتش يعني دايما اللي بيخسر بيكون فيه عليه ضغط شويه، يعني مش بيكون مثلا زي اللي فايز. انا يعني مش بتمسهم، يعني مش بقول اعذار، لكن ده بيحصل، يعني ده بيحصل في الرياضه، وان احنا فعلا مش بنتكلم بالايد من ساعه تحت يعني يعني من ساعه كورونا والكلام ده، بس كان المفروض ان هم يقربوا على التلت، واحنا بنكون موجودين على التلت بيكون المسافه قريبه وبنشاور لبعض يعني، بس ده ما حصلش. ومدرش بينك ككابتن النادي الاهلي وكنت كابتن على الرباعي، مدرش اي كلام لا في وقت تفاوضات مع نادي او حتى يعني قبل المباراه او بعد المباراه؟ هو احنا طبعا علاقتنا بيهم يعني، هي الناس دي تعتبر من اصحابنا وحتى معانا في المنتخب وعلاقتنا كويسه جدا، بس دلوقتي الموضوع اختلف ان احنا بقينا الكلام في البولي احنا ما نقدرش نتكلم معاهم في البولي يعني، لكن احنا علاقتنا بيهم طبعا هم اخواتنا وكانوا عايشه معانا وشاركوا معانا في بطولات كتير، علاقتنا طبعا خارج البولي زي ما هي وهم اخواتنا وبنتقابل طبعا وكلنا بنلعب لمنتخب مصر، لكن طبعا في البولي احنا يعتبر الكلام معاهم في البولي لا طبعا مش موجود. كابتن نهلة بشكرك شكرا جزيلا يعني، ومبروك الفوز بالأمس، وإن شاء الله يعني سواء نادي أهلي أو نادي زمالك يعني يكون في تقدم متطور من أجل منتخب مصر، وبعتذر لو كان في إطارة، لكن يعني الحقيقة أحد أساطير لعبة في كرة الطايرة سيدات، ما ينفعش تكون معانا وما نحاولش يعني نسألها كل الأسئلة الممكنة. شكرا متشكر جدا، ربنا يخليك، شرف ليا وجودي معاك. ربنا يخليك، شرف ليا كابتن نهله، بالتاكيد بشكرك جدا جدا وكل التوفيق لحضرتك، وان شاء الله تحققي كل الارقام القياسيه اللي نفسك فيها. شكرا متشكر جدا. شكرا كابتن نهله. ده كان طبعا يعني اجواء مباراه، بقول لكم يا جماعه شغلت الجميع، بقول لكم محمد صلاح نزل ستوري عن صوره هذه